دكتورة أفهم من حضرتك المركز لابتكار وريادة الأعمال تحديدا في جامعة عين شمس إيه دوره في سباق السيارات الكهربائية على مستوى الجامعات المصرية؟ تقدموا إيه؟ أنا عارفة إنه جامعة عين شمس جامعة بالفعل متفوقة جدا في مسألة صناعة السيارات واللي بتقدمه للطلبة. خليني بس اقول ان احنا صناعه السيارات او التراك ده في مركز الابتكار ورياده الاعمال اللي بيديره قسم ميكانيكا سيارات في كليه هندسه جامعه عين شمس. احنا بنحاول من خلال المركز ان احنا نشجع جوه جامعه عين شمس، بنقدم مشاريع مش بس لطلبه الجامعه كمان لخارج طلبه الجامعه. احنا بنحاول ان احنا نشجع التصنيع، ان احنا نوطن الصناعه المصريه، ان احنا نعلم وننقل التكنولوجيا، ومش بس ان احنا ننقلها، لا كمان احنا بنحاول ان احنا نساعد في عمليه التسويق من خلال شركائنا من الصناعه. وده احد الاهداف الاساسيه اللي احنا شغالين عليها، وده طبعا اتساقا مع الخطه الوطنيه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي وخطه الدوله وفيجن الدوله 2030. الهدف الاساسي بقى من الرالي كاحد المشاريع اللي بينفذها مركز الابتكار ورياده الاعمال بتمويل من أكاديمية البحث العلمي تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احنا بنحاول من خلال البرنامج ده ان احنا نعمل زي أكاديمية لتعليم الطلبة من الجامعات المصرية، ان هم بنعلمهم ازاي يكونوا فرق. كل فريق بيبقى فيه الطلبة بتوعه، بنحاول ان احنا نختارهم، بنفتح قال الجامعات كلها بتقدم عليها، وبنبتدي ان احنا نختار اقوى الفرق اللي احنا نقدر ان احنا اشتغلوا نساعدها معاه. ان احنا ننقلها من نقطة لنقطة. هي بنهاية المسابقة دي الجروب ده بيبقى عارف بالظبط نقاط القوة والضعف بتاعته، بيبقى اتعلم يتنقل من مرحلة لمرحلة اخرى، وده الهدف الاساسي، ان هو ان انا بحاول ان انا اعلم بس دكتورة ده معناه انتوا بتشتغلوا مع أعداد كبيرة جدا من الطلبة، بالظبط. يعني كل على مستوى الجمهورية، يعني محافظات احنا الجمهورية. يمكن النهارده ان شاء الله من خلال النقل الحي للحدث يعني الفرق المشاركه معانا احنا واصلين لاكتر لحوالي 500 طالب، بس ده بعد التصفيات اللي حصلت على مدار الفتره اللي فاتت ابتدوا بكام طالب تقريبا؟ حوالي 1000 يعني انا مش عايزه اقول العدد، بس أكتر من 1000 طالب اكتر من على 1000 مستوى طالب على الجامعات مستوى الجامعات المصريه. الجمهورية كلها. وهنا احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنساعدهم ان هم يكونوا فرق قويه تقدر ان هي تتسابق وتقدر توصل للنتيجة النهائية. يا دكتور صباح الخير.